أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة والمرجئة؟ يا أخي واضح الأمر. المرجئة وش يجيبهم هنا؟ المرجئة هذا في المسألة الإيمان والكفر، ما هي معنى هنا مسألة الإيمان والكفر والفسق في الأفعال في الكبائر، أصحاب الكبائر. أما الفرق بين المفوضة وإيش؟ يقول أحسن الله إليكم: ما هو الفرق بين المفوضة والأشاعرة؟ المفوضة اللي يقولون ما نعرف معناها، نكله إلى الله. الأشاعرة يقولون لا، نعرف معناها وغير الظاهر، نؤولها إلى معنى آخر. هم يدعون المعرفة، معرفة المعنى، ولكن يقولون ليس هو ما يظهر من لفظها، وإنما لها معنى آخر نحن نعرفه. نعم.